السلام عليكم، صباحكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. أوكي شباب، وصلنا للمرة الماضية أو المرة الماضية وصلنا عند موضوع الكيرف لينير موشن. هذا الكيرف لينير موشن كان مهم جدا في عملية حركة الأجسام اللي بتمر بكيرف باث، تمام؟ يعني ممكن سيارة أو طائرة أو أي جسم آخر يمشي كيرف باث. فهذا الكيرف باث مهم جدا إنه إحنا ناخذ بعين الاعتبار إيش بنسميه، إيش تانجنشال ونورمال أكسلريشن، رح ناخذهم إن شاء الله المرة القادمة يعني بنهاية المحاضرة هاي. ولكن في شيء آخر لازم نعرفه، اللي هو كيف أنا العلاقة بين الأكسلريشن إكس والأكسلريشن واي من 3D او 2D ممكن اوجدها. فمنشان هيك الموجود عندي انا او موجود امامي طائره، وصلنا عند هذا الاكزامبل بالضبط. في عندي طائره بشكل كلاسيكي، within the short time the path of the airplane in the figure below is described using the function x equal or sorry y equal 0.001 x تربيع او x squared. With a constant upward velocity 12 meter per second, determine the magnitude of the velocity and the acceleration of the plane when it reaches an altitude of 100 meter. Okay. لما صارت ارتفاع 100 meter وكاتب لك use chain rule. Okay. فاحنا الان بدنا نبدا نشوف شو العلاقه ما بين الاكسلريشن بx والاكسلريشن بy. طبعا ما في علاقة واضحة، يعني انه مجرد اقول حفظ acceleration بتساوي 2 لا، بدنا احنا step by step we drive it from original or classical equation. شيل الكلاسيك equation هون عندي اللي هي معطيك الباث اللي ماشي في الجسم هذا. طبعا هون ليش عملنا الطائرة كبارتيكل، تمام؟ اذا بتروح انت على radius of curvature لهذا الفانكشن، راح تلقى انه curvature is large. طب شو يعني؟ انه هذا اعتبرت البلين كبارتيكل، اعتبرت البلين كبارتيكل، alright؟ فبالتالي احنا بموشن فور بارتيكلز. طيب شكرا لك دكتور، شكله قطع عنده النت. سلامته سلامته. في ما شاء الله. اوكي alright، خلينا نكمل. احنا اللي كنا نحكي فيه بدنا نحل هذا السؤال بالطريقة اللي أمامنا. اوكي شباب، ما بعرف ليش هيك الانترنت. anyway keep it on top. let me turn off the camera. طيب خلينا نحل هذا السؤال. white page، حط المعطيات للسؤال
أول شيء معطى معي بالسؤال هذا example 1.5. example 1.5. شو اللي معطى معي في example 1.5؟ Well, 0.001 x تربيع. معطي معي إنه upward velocity. شو ال upward velocity؟ حدا بيعرف شو ال upward velocity؟ Vy كم بتساوي 12 meter per second؟ يعني 12 meter per second. Vy. طيب شو معطي معانا؟ حكي لك انه هاي كلمة constant. يعني كلمة constant ايش بتقدر تحكي؟ انه AY شو بتساوي؟ زيرو. شو بتساوي اذا حكى لك constant upward velocity؟ زيرو. اذا هون لانه constant velocity معناته الacceleration صفر. طيب نكمل. يلا هاي صفر. اذا انا شو ضل عندي من المعادلة هون؟ المطلوب مني بالضبط متى، او طبعا هذا كل الحكي متى؟ at ايش؟ at y equal 100 متر، يعني لما كانت الطيارة على ارتفاع 100 متر. Alright. المطلوب مني كم الأكسل كله؟ مطلوب مني كم الفيلوسيتي كلها؟ دايركشن. طبعا دايركشن هون بكل بساطة ممكن نوجدها عن طريق ايش؟ يعني بتحكي الزاوية ما بين اكس وواي. Alright. هاي وجدنا اكس واي، عفوا اكس. الان كيف بدنا احنا نوجد الاكسلريشن، او خلينا نبدا بالسرعه. السرعه شو قانون السرعه هون؟ عارفين ان الدريفيشن اوف ذا ايش؟ اوف ذا بوزيشن. طب البوزيشن هون عندي انا عندي اكس وعندي واي، اي بوزيشن منهم؟ فبالتالي انا المفروض عندي تكون بالشكل التالي. المتوقع ان تكون ار بتساوي اكس اي بلس واي جي، وهي متغيره مع الزمن وهي متغيره مع الزمن. فبالتالي كانه بالضبط خلينا نكتبها بالطريقه التاليه، ان اكس فانكشن اوف تي اكس تي اي بلس واي جي واي تي جي. انا متوقع انه يكون عندي هيك، مش معطيني الفانكشن تاعهم ولكن معطيني العلاقه ما بينهم، معطيني بين واي واكس. تمام. هذه العلاقه انا استطيع ايش؟ انا بدي منشان اوجد في بقدر احكي اكس في اكس تربيع بلس في واي تربيع الكل تحت الجذر. اوكي، في مشكله. اوكي، اتمنى انه الان رجعت الامور الافضل. في مشكله شكله في الانترنت. اوكي، الان في اكس تربيع، في اكس تربيع، في واي تربيع، وبنقدر نشتغل عنهم السكوير روت. طب انا عندي في اكس تربيع، ما في. عندي في واي، نعم موجوده في واي. كيف بدي احلها؟ كيف بدي اوجد في اكس؟ حدا بيقدر يحكي لي كيف بدي اوجد في اكس؟ في اكس بكل بساطه، بما انه انا عندي هذا الفانكشن، اذا استطيع ان استخدم التشين رول. واي اشتقها بالنسبه للزمن، يعني اعمل اشتقاق لكل هاي المعادله. واي ايكوال 0.001 اكس تربيع. شو اشتقاق هاي المعادله؟ اشتقاقها واضح. ايش؟ دي واي على دي تي بدها تساوي 0.0012 اكس دي اكس على دي واي دي تي، عفوا قلت دي اكس على دي تي. اوكي، هذا الان موجود عندي بهذه الطريقه. طيب هذه شو التعبير في دي واي على دي تي؟ هاي تعبر بالرمز في واي
بتساوي 0.002 اكس في اكس، صحيح؟ هذا الموجود عندي، هذا المعادله الموجوده هون بالتقريقه الموجوده. طيب شو بدي اعمل الان؟ هل استطيع ان اوجدها؟ نعم، ما دام هي وجدت العلاقه ما بين في اكس وما بين في واي. طيب انا شو عندي موجود؟ انا موجود عندي واي بتساوي 100. هل استطيع ان اجد قيمه اكس؟ متر طبعا. بكل بساطه بروح على المعادله التحتيه خط ازرق، بحكي 100 بدها تساوي البوينت 001 اكس تربيع. بتحل هاي المعادله؟ بتقدر تحلها. الاكس بتساوي كم؟ جذر ال 100,000 اللي هو بتساوي 316 متر اكزاكتلي. اوكي جيد. الان اذا ما دام انا عندي في واي وعندي اكس بستطيع ان اجد في اكس. في واي كم مقداره؟ 12، هي ابورد فيلوسيتي بدها تساوي 0.002 اكس 316.6 مضروبه في في اكس. كم في قيمه في اكس اللي مجهول مش عارفه؟ حدا يوجدنا كم قيمه في اكس؟ هذه صفر، بلاش حدا يفكرها. ستة. شو قيمة في اكس؟ حدا وجدها؟ ثمانية عشر تسعة بالعشرة متر بير سكند. اوكي هاي وجدنا قيمة اكس في اكس. اذا استطيع ان اوجد الكمبليت فلوسيتي او سوري الماجنيتو تاع الفلوسيتي بكل بساطة في اكس تربيع بلس في واي تربيع. طيب الدايركشن خلينا نرسم احنا وياكم. اوكي خلينا نحكي انه في اكس طلعت عندي 18.9 بالعشرة متر بير سكند. اذا نستطيع انه ارسم الدايجرام تاع الفيلوسيتي، بحكي هون انه الفي اكس بتساوي 18.9 والفي واي كم بتساوي؟ 12. بستطيع اوجد شو بنسميه احنا ماجنتيود فيلوسيتي والسبيد. هاي بحكي انه هاي تيتا وهاي الفيلوسيتي. كم قيمه الفيلوسيتي؟ 12 تربيع زائد 18.9 تربيع تحت الجذر. كم تطلع معكم؟ 20 ولا 19؟ مش متذكر الرقم انا. هاي خليني اضبطها انه ايش؟ في هذا الطرح. طب ثيتا شو بتقدر تحكي؟ ثيتا بتساوي تان انفيرس لمين؟ للفي واي على الفي اكس. فبالتالي بتقدر تحكي تان انفيرس ل 12 على 18.9. طلاب هاي اوجدوا هاي القيمة، اوجدوا هاي القيمة. يعني الطائرة وهي موجودة بهذا المكان، يعني خلينا نرسمها هون. الطائرة موجودة هون. هاي الفيلوسيتي تاعتها بتكون بهذا الاتجاه، مايلة بزاوية ثيتا عن الأرض، ومقدار ثيتا حدا يوجدها، ومقدار في حدا يوجدها. إذا ما بتكون مش توجدوها بلاش. خلص بتحسبوها بعدين. على كل هاي اوجدت انا ايش؟ متر بير سكند، وهون بدها تكون ديجري. اتوقع 32، هذا الرقم مش متاكد، 22 او 20 او 19. طيب الان شو بدنا نعمل؟ هاي ايجاد مين؟ ايجاد كل القيم اللي معي. بدي انا اوجد الان ايش؟ الاكسلريشن. الان الاكسلريشن معروف عندي اي واي شو بتساوي؟ زيرو. طب ما وجدتوش القيم؟ ما حداش وجد في ولا حدا وجد ثيتا؟ في 22. 22 اي 22 ثيتا. ثواني 32 و4.
واربعة بالعشرة. طيب مش أنا عندي معادلة قبل شوي وجدتها في واي بتساوي 0.002x في x، مشان أوجد العلاقة ما بين ax واي شو بدي أعمل؟ I have to drive it again. تمام؟ redrive it with respect to the time. نشتقها بالنسبة للزمن. خلينا نشتقها بالنسبة للزمن. شو اشتقاقها بالنسبة للزمن؟ بصير هاي بتصير اي واي، نحطها بالأزرق، اي واي بدها تساوي 0.002 مشتقة الأولى. الإكس لما تشتقها شو بتصير؟ في إكس مضروبة في في إكس بلس 0.002 مشتقة الأول بمشتقة الثانية. في إكس شو بتصير؟ إكس. جميل؟ إذا أصبحت عندي أي واي بتساوي البوينت 0.002 في إكس تربيع زائد 0.002 إكس أي إكس. شو المجهول في هذه المعادلة؟ شو المجهول في هذه المعادلة؟ الAX. الAX فقط، المجهول فقط الAX، والAY صفر. هاي صفر، إذا صفر بتساوي 0.002 18.9 تربيع بلس 0.002 X أعطيناه 316.6 مضروبة في AX، ومن خلالها بتوجد لنا كم AX. كم طلعت معكم AX؟ واحد يوجدها بسرعة. نقدر نرسم الدياجرام، نقدر نحكي إنه هون فقط عندي AX، AY 0. فبالتالي وين اتجاه القوى؟ وين اتجاه الأكسلريشن؟ ورح يطلع معكم نيجاتيف، رح يكون اتجاه الأكسلريشن بهذه الطريقة، تمام؟ لأنه ديسلريشن بالضبط. وهذا الحكي شو معناته؟ إنه الطائرة لما بتوصل عند ارتفاع معين أو لما تبدأ يعني تصعد في الهواء تبدأ الأكسلريشن تاعت إكس تقل. شو يعني؟ الأكسلريشن تاعت إكس تقل ليش؟ عشان تحط كل الطاقة اللي عندها أو كل الثرست الموجود بالطائرة لترفعها لأعلى، تمام؟ طالما مرتفع ترتفع لأعلى بشكل تدريجي طبعاً، بيكونش بترتفع يعني عمودي بشكل مائل لحد ما توصل ارتفاع معين، بعديها بغير اتجاهها بصير يمشي بستريت فورورد ولا الطريق اللي بده إياه. طبعاً ليش طلعت عندنا الأكسلريشن نيجاتيف؟ سالب. ليش طلعت عندنا يعني. كم نيجاتيف كم؟ 1.12 متر بسكند تربيع. حدا بيقدر يقول لي ليش طلعت سالب؟ شو معنى يكون الاكسلريشن يكون سالب؟ بلش يتباطأ. طيب بلش يتباطأ، شو اللي ممكن يخلي الطائره السرعه تاعت الاكس دايركشن تتباطأ؟ طبعا احنا حكينا هوريزونتال وين ريزيستنس. الاير ريزيستنس هاي عفوا بعيده يعني مش ذات اهميه، بس هاي المعلومه اوكي بياخذوها طلاب الميكانيك لما بدرسوا الفلويد ميكانكس، بياخذوا هذا الموضوع انه الاير ريزيستنس او بنسميها دراج فورس بتاثر على الطائره بشكل عكسي، يعني بتحاول تمنع الطائره من التقدم الى الامام. اوكي حدا عنده اي استفسار؟ حدا عنده اي استفسار كمان مره؟ بس ممكن دكتور هاي الاي واي بتطلع صفر هون مع الرسم ليش؟ اي واي صفر، ما هو من السؤال يعني ارجع لك على السؤال، نرجع السؤال نشوف وين كان اي واي صفر من هاي الكلمه، شايفها constant upward velocity. شوف هاي دوما التريك بنجيب يعني كثير احيانا انه التسامي بتمشي زي ما حكيت لك بكونستانت فيلوسيتي. اوكي ليش كونستانت فيلوسيتي؟ لانه بدنا نحاول نخفف القوة في التسارع، لانه احنا كل ما زدنا التسارع كل ما زادت القوة الديناميكية، تمام؟ فبالتالي نحكي هون كونستانت فيلوسيتي. مثلا لما ناخذ شابتر 16 في عندنا مثلا روتيشن about fixed axis، بس بده يكون ايش؟ with a constant velocity، زي لما انت تجيب قرص ولا ديسك تلفه على constant. فدائما constant velocity تعني انه الاكسلريشن equal zero اوكي في that direction right. وراح تشوف لقدام
انه الاكسلريشن فقط مين اللي بتساوي صفر؟ تانجنشال ولا النورمال؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ تانجنشال اكسلريشن هو اللي بيساوي صفر، اما النورمال اكسلريشن ايش بصير فيه؟ بصير عندنا ما بتساوي صفر لانه له قيمه في سكوير على رو اللي هو الراديوس اللي موجود. تمام شباب؟ ننتقل للي بعديه. اللي بعديه موضوع سهل. في حد عنده اي استفسار قبل ما انتقل؟ القصد انا منطقيا هسه الطائره لما تطير لاعلى مش المفروض تزيد السرعه؟ يعني ليش تكون السرعه ثابته؟ طبعا ما هو لا، هذا شوف اقرا السؤال. فور الشورت تايم، الشورت تايم يعني احنا اخذنا زي ما حكينا لكم مره ماضيه انه هذه ايرتيك موشن، يعني مش دوما، حتى ايش مش بتفيش بحركه منتظمه، ولكن اخذ لك مسار صغير من الطائر، مسار الطائره، وقال لك انه هذا الشورت تايم الطياره مشيت هيك بس. تمام؟ تمام، يعني عند هذه المقطع. اما بعديها لا، راح تصير تزيد السرعه وراح يتغير وفي تسارع وفي اشياء كثيره. تمام؟ انك يعني هاي فيري سبيشال كيس. حد عنده اي استفسار اخر؟ نيجي لموضوع درستوه من زمان، الا هو موضوع المقذوفات، بروجكتايل موشن اور موشن اوف بروجكت بروجكتايل اوبجكت اور اوبجكتد اوبجكت. تمام. الان في كلاسيكال واي، في طبعا هاي في لها فيديو بقول لك اذا انت كان عندك تو بولز، تمام، اعتبرهم اي كرتين، يعني جولف بول. جولف بول انا بتيجي شوي ثقيل لانه بيكون الدراج فورس تاعته اقل. تمام، هدول التو جولف بول، واحده لونها ازرق، واحده عفوا احمر، واحده لونها اصفر. اذا اسقطتهم بطريقتين مختلفتين بيوصلوا على نفس الوقت، بشرط قبل شوي قلت لكم جولف بول. ليش؟ لانه الدراج فورس ما بتكون قويه عليها. اما لو جبت تنس تيبل تنس بول بكل بساطه بتطير الهواء اذا كان موجود هواء، بس احنا حكينا يعني انه ايش تكون فيها شوي ثقل. فلو انت الاحمر رميتها او يو جاست ليفتد، او يعني بنسميها فري فيلينج، شو بتسميها؟ سقوط حر، والكرة الصفراء أعطيتها إيش؟ فيلوسيتي بالإكس دايركشن، يعني هاي أحمر بس أنت كنت ماسكها هيك وتركتها. خلينا نرسم بالأحمر هون. الصفراء شو عملت لها؟ أعطيتها فيلوسيتي هيك، أعطيتها فيلوسيتي إكس، مش إحنا في إكس وفي واي أخذنا. أما الأحمر حتى ما أعطيتها فيلوسيتي الأحمر، ولو أعطيتها فيلوسيتي إيش بدي يكون عندك؟ مختلف. شو عملت هون؟ تركتها يعني هيك كنت ماسكها و you just lift it. اوكي، طيب شو بصير عندك؟ both of them they arrive to the ground at the same time، التنين بوصلوا بنفس الوقت. اوكي، ليش؟ حدا عنده استفسار ليش؟ هذا عنده استفسار ليش؟ لأن الاثنين بيقطعوا نفس الإزاحة العمودية. نعم، هاي أول واحدة، بيقطعوا نفس الإزاحة العمودية، وشرط الثاني الأكسلريشن نفسه والسرعة نفسها. وين؟ بواي. السرعة هون أنا كنت لك تركها، يعني في واي بتساوي هون بيساوي صفر، عفوا بيساوي الجرافيتي، والأكسلريشن بالواي طبعا. الأكسلريشن هون بيساوي الاكسلريشن واي بيساوي الجرافيتي. تمام، فهذا هو يعني كبسط. خلينا نشوف احنا الان عندنا عده، مشان نستخدم معادلات كنتوا تستخدموها زمان في المدرسه او في الفيزياء اكثر. تمام، كنت في عندك امور لازم انا اخذها بعين الاعتبار، يا اما اتجاهلها يا اما ايش تكون ذات قيمه يعني موجوده ولكن قدر الامكان مش مهمه. اول شيء نكليك ذا ايروداينامك دراج. قبل شوي قلنا لكم عن الطائره ايروداينامك، فبالتالي بتزبطش الطياره عملها بروجكتايل موشن. اوكي، بتزبط ايش؟ على كره، على جسم، على يعني مقذوفه، على يعني شغلات معينه فقط تقدر تعملها
نو دراج او اير دايناميك دراج. قبل شوي كمان لما حكيت لكم تيبل عفوا تيبل تنس بول كره المضرب او طاوله المضرب اوكي كره الطاوله هم بيسموها باللغه العربيه اتوقع كره الطاوله شو بتعمل اذا رميتها هي الوزن تاعها خفيف فبالتالي ايش بصير فيها الدراج فورس بتاثر عليها بشكل كبير تمام لو رميت ريشه نفس الشيء بصير الدراج فورس الايروداينامك دراج الهواء بكل بساطه بسحبها فهون ممكن انت تعتبرها بروجكتايل موشن بس بالعاده ايش بدك تاخذ بعين الاعتبار ايش ايروداينامك مشان تاخذ بعين الاعتبار ايروداينامكس بدنا نشوف بعدين كيف في شيء ثاني ايرث كيرفتشر ليش ايرث كيرفتشر مشان ما يصير عندك نورمال او روتيشنال اكسلريشنال افكت تمام لانه انا بعاملها كمان مره كاوبجكت كبارتيكل تمام لا في كيرفتشر ولا في روتيشن في ايش في الايرث كيرفتشر اما عندك هون لا في ايرث في كيرفتشر عند البول هاي يعني ماشي بمسار منحني طيب الإشي الثالث enough the range in small enough is small enough الآن إحنا بنعرف من الفيزياء والكيمياء أكثر شيء بالكيمستري واللي درس ثيرمودينامكس ودرس مواد الكيمياء بيعرفوا إنه أنا إذا ضليتني أرتفع لأعلى شو بيجي بيصير في مجال الجاذبية الأرضية بقل تمام يعني تبطل 9.81 أوكي شو بيصير عندك تقل فمشان هيك بحكي لك احنا بدنا نتجاهل او نفترض انه الارتفاعات اللي موجوده في البروجكتايل موشن از سمول انف از سمول انف يعني within range 100 200 500 1000 ماكسيمم اكثر من هيك بصير تغير في الاكسلريشن تمام بصير تغير في الجاذبيه الارضيه رايت هدول الثري مين اسامبشنز الضروريات لاستخدام معادلات موشن اوف بروجكتايل Object. Projectile motion can be modeled using or as a two consistent motion. لازم يكون أو نقدر نعمل له modeling باستخدام two dimension. يعني ليش؟ لأنه في عندي حركة بالX حركة بالY. فبالتالي أنا لازم أحكي horizontal motion. طلع لي حط لي خطين تحت experiencing zero acceleration. مين لي مع الاسامبشن اللي فوق انه الهوريزونتال زيرو اكسلريشن مع مين نربطها مع الايروداينامك انه اي نيجليك ذا ايروداينامك سينس اي نيجليك ذا ايروداينامك ذير از نو اكسلريشن اور ديسيلريشن ان ذا اكس دايركشن اور ان ذا هوريزونتال دايركشن تمام هاي خاصيه مهمه يعني بتفادى للاسف يعني هذا الموضوع المفروض زمان يعني انتم عندكم اكسبيرينس فيه عالي بتفاجئ انه بامتحان ولا بكويز طالب حاط لي الاكسلريشن تاع اي اكس بتساوي 2 ولا 3 مره جبنا لهم سؤال هيك انه ان بروجكتايل موشن اي اكس ايكوال اور هوريزونتال اكسلريشن ايكوال واحد حط لي 2 منين جبتها احنا حكينا بروجكتايل موشن بشكل عام انه تجاهلنا ايش الايروداينامك فورس فبالتالي ما في اكسلريشن او ديسلريشن باتجاه مين الاكس دايركشن ليش التالي 1 هوريزونتال اور فيرتيكال موشن experiencing constant acceleration. شو هاي constant acceleration؟ constant acceleration هنا A بتساوي minus 9.81. ليش اعتبرتها minus؟ لأني أنا بدي ضلني ماشي على نفس الليفل. إنه I go upward is positive, downward is negative. تمام؟ خليك ماشي على هذا المبدأ. ليش؟ لأنه في طلاب كتير أو في كتب حتى تستخدم إنه بيعتبروا في acceleration إنه gravity acceleration تحت positive. وبالتالي بدك انت تفرض انه كل حركه لتحت بوزيتيف ولا عفوا بوزيتيف ولا فوق نيجاتيف فهيك بتخربش حالك لا خليك انت على الليفل اللي بتعرفه انه the acceleration in the y direction downward and a equal minus 9.81 اوكي ديل alright take for example طبعا حكيت لكم عن هذا الاكزامبل هو two tennis balls الدروبز طبعا كمان مره اذا اخذت انا التنس بول شو بدي اعمل هون نيجليك ذا دراج كوفيشنت بس انا قدمت لكم اياه او اعطيتكم اياه تعبير اكثر اعتبر هنا جولف بول كرات الجولف تيجي شوي فيهم وزن اكثر تمام مشان احنا يكون الاسامبشن تاعنا رايت
التنس بول الاسامبشن تاعها مش بيرفكتلي رايت. طيب كمان الشيء الثاني بالتنس بول انه هي كره نازله ممكن يكون يصير عندها دراج فورس لا مقاومه الهواء. بتتذكروا الاجسام الساقطه كنت ترمو قلول في الزيت اوكي بيصير عندك دراج فورس لا فممكن تخفف لي الاكسلريشن تاع جي او الواي دايركشن. اورايت خلينا الان نشوف معادلاتهم. معادلاتهم مش للحفظ اكزاكتلي مش للحفظ، معادلاتهم بكل بساطه تقدر انت تشتقها من المعادلات اللي درسناها قبل. اي معادلات حد بتذكر اي معادلات لازم نستخدم؟ اي معادلات لازم نستخدم؟ هل الاكسلريشن متغير؟ اوف كورس نو. فبالتالي اريد ان استخدم معادلات الكونستانت اكسلريشن. الكونستانت اكسلريشن سوفات اخذنا ثلاث معادلات اذا بتتذكروهم. كانت المعادله الاولى v بتساوي v نوت بلس ايش a t، هاي جنرال ايكويشن. المعادله الثانيه v سكوير تساوي v نوت سكوير بلس ايش 2 a s ماينس s نوت او دلتا s احيانا بنسميها. اورايت المعادله الثالثه s بتساوي s نوت بلس في نوت في تي بلس هاف اي تي تربيع. اللي بدي اعمله حاليا بدي اطبق هاي المعادلات باكس وباي تمام. خليني اكتبهم يعني هيك جنب. اذا كان انا بدي استخدمهم باكس خليني نبدا بالسهل. اي اكس شو بتساوي؟ صفر. طبق لي على المعادله الان شو بدك تعمل؟ بس بدك تحط كل تحت كل واحدة من هدول اكس يعني في اكس في نوت اكس اي اكس فيش تايم اكس تايم واحد معروف. هون في اكس تربيع في نوت اكس تربيع 2 اي اكس هون دلتا اكس بتقدر تسميها او اس اكس ماينس اس نوت اكس اس نوت اس اكس اس نوت اكس في نوت اكس تي بلس خليني نظبط لك التي هون بلس ايش بلس مين عندي بلس هاف AX T تربيع. فأنا ما دام حكيت عنه الـ AX بتساوي صفر، إذا أول معادلة شو بتقدر تحكي؟ VX بدها تساوي V نوت X. إذا ماذا يعني ذلك؟ السرعة باتجاه الهوريزونتال always constant. في مين؟ في البروجكتايل موشن تحت الأسامبشن اللي أعطيتكم إياها. طيب نروح على الـ X velocity. V2X بدها تساوي V نوت X تربيع بلس AX ما هي صفر، بلس صفر. إذا هاي نفس المعادلة اللي فوق Vx بتساوي V نوت X تمام؟ خلينا نحط لك X تحتيها. المعادلة الثالثة Sx أوكي؟ المعادلة الثالثة Sx بتساوي S نوت X بلس V نوت X T بلس ما أصلا acceleration صفر هون acceleration بالX direction صفر. إذا أصبح عندي هون S X S not X plus V not X T أوكي تمام. شو نوعه كمان مرة؟ هذا هذا acceleration بالhorizontal direction و A X بتساوي صفر. فعندي المعادلة الأولى أنه A X اتجاه السرعة باتجاه X constant لأنه ما في acceleration باتجاه Y ولا شيء. هاي أول part من الإيكويشن تمام. في عندك الجنرال كيس وانا ما بحب احكي عنها لانه كل كيس لها سبيشاليتي. في كيس بحكي لك انه انا بدي اعطي الفي نوت اذا بدي اعمل لها بروجكتايل زي هيك. انا جيت كره عندك كره قدم عملت لها كيك، هاي الكيك تاعتك اعطيتها سرعه زي هيك، ايش اعطيتها؟ سرعه مائله ومعظم الاحيان غير مش زي الباس هذا الارضي بدك ترفعها رفعه اوكي. فبدك تعمل ايش؟ ثيتا. هذه ثيتا اوكي. فالان هاي اسمها الفي انيشال. هاي الفي انيشال ممكن انا ديكومبوزيتد تو تو بارتس. ذا فيرست بارت از في نوت اكس او بلاش بتساوي ايش؟ في نوت كوساين ثيتا.
والبارت الثاني V نوت Y بتساوي V نوت ساين تيتا. أوكي؟ وبتشتغل عليها. بس أنا ما بحب زي هيك. بحب كل معادلة إلها يعني أنت فاهم المعادلات الجنرال، فأي شيء بيجي أمامك you must understand it and apply it. Apply the equation. Apply it easily. Right? فهاي state case أو special case موجود عندي في البروجكتايل موشن. هاي الـ A X will أو الـ direction أو sorry motion باتجاه الـ X direction. شو رأيكم نأخذ الموشن باتجاه الـ Y direction؟ شو عندي الموشن باتجاه الـ Y direction؟ أول شيء بدي أمسح هدول. شو الميزة الموجودة بالـ Y direction؟ أسهل ميزة أو أهم ميزة في المتجه، في عفوا مش متجه، في المقذوفة، في تسارع الجاذبية. شو مقداره؟ إذا A Y شو بتساوي؟ تسعة ماينس ماينس اللي هو الجاذبية، يعني بدناش ما مش مطلوب منك تحفظها. تمام؟ A Y بتساوي ماينس G. ليش سمالك ماينس G؟ لأنه هو اعتبر G 9.81 وحط ماينس من شان تكون الاتجاه هيك لأسفل. تمام؟ طيب نبدأ احنا كمان مرة، احنا مستخدمين X بوزيتيف Y بوزيتيف هيك. طب نطبق على المعادلة الأولى V Y بدها تساوي V نوت Y بلس، هون بدها تصير ايش؟ بدل البلس بدها تصير ماينس ايش؟ قد عوض G بتصير ماينس، أو ممكن تسميها G وتعوض G ماينس 9.81 اللي بدك إياه، ماينس G T. الآن بالواي دايركشن أيضا V Y تربيع بدها تساوي V نوت Y تربيع بلس 2، هون راح تصير نيجاتيف. ليش؟ لأنه كمان مرة G نيجاتيف 2 G مضروبة في ال S ماينس S نوت Y. والمعادلة الأخيرة S Y بدها تساوي S نوت Y بلس V نوت Y T ماينس هاف G T تربيع. تمام؟ كمان مرة هاي المعادلات ليست للحفظ. تمام؟ حتى أصلا بتكون معك بالكتاب، يعني حتى ما، لأنه اللي كنت أشوفه بالامتحان، إحنا عملنا الميدتيرم جبنا سؤال زي هذا الميدتيرم بالفصل الماضي، شفت الطلاب يحطوا المعادلة مباشرة ويعودوا. طبعا هذيك المعادلات بتكون السبيشال كيس، طبعا يا اما جابينا من الويب سايت، عاملين جوجلين على نفس شيء قريب منه حاطين المعادله. تمام؟ وطبعا هيك مباشره، لانه غلط، لا كاتب لي معادلات مزبوط، ولا كاتب لي الاسامبشن، ولا كاتب لي، ولا راسم لي اصلا زي فري بيد ديجرام ولا درو ولا شيء، بس كاتب لي حل سؤال واحد انه اس واي بتساوي كذا كذا كذا، معادلة طويلة وهيك إشي. مباشرة هاي عارف من وين جابها؟ جابها من أحد الويب سايت اللي هي سبيشال كيس لمين؟ للبروجكتايل موشن. فمباشرة حطيت له صفر، لأنه ما فرجاني إشي اللي بين إنه فاهم، بس حافظ أو ناقل أو ناسخ. رايت؟ حد عنده أي استفسار على البروجكتايل موشن؟ يعني هاي اللي بقدر أحكيه، يعني المعادلات بهذه الطريقة بدك بي كيرفول، تاخذ مرجع معين، تاخذ افضل شيء. انا ما بحب، يعني دوما هاي نصيحه الطلاب، وبعرف اللي احيانا بخربش بالامتحان هو من وراي الشغله، الاكس خليها بالاتجاه اليمين بوزيتيف والواي باتجاه اعلى بوزيتيف، غير هيك بتخربش حالك. طيب لو جيت حكيت لكم هاي من الاخطاء اللي بيخطئوا الطلاب، وات از ذا فيلوسيتي ات ذير، يلا شو رايكم؟ كل الطلاب بجاوبوا، يعني كثير من الطلاب بجاوبوك صفر. كمان مرة، شو الفيلوسيتي عند النقطة هاي لما توصل الأرض؟ ما بعرفش قيمتها ولا ممكن أعرف قيمتها، بعرف إنها بس لا تساوي صفر. تمام؟ الأهم شيء إيش؟ إنها لا تساوي صفر، هاي أهم شيء بعرفها. أما تقول لي إنه قيمتها بتساوي صفر، هذا غلط كامل. طيب شو الفيلوسيتي عند هاي النقطة باتجاه ال y direction؟ صفر. ليش؟ لأنه
ماجني ماكسيمم، هي اصلا طلع عليها شو بنسميها احنا هاي كونكيف داون، اعلى قيمه، القيمه العظمى. تمام، القيمه العظمى لواي، هاي الواي ماكسيمم، اذا وصل عند السرعه بتساوي صفر. حتى طب سرعه المشتقة اكس، بتكون صفر. نعم سرعه اكس اذا ما في دراج فورس، هو اصلا احنا اعتبرنا ما في دراج فورس، بتكون نفس السرعه البدائيه لاكس. تمام اوكي. طبعا في المثال هذا اللي بالضبط هلا ذكرت فيه شو اللي حطوه الطلاب غلط، وحتى هم عاملين كوبي من بعض يعني الارقام نفسها وكذا، فمباشره اثنين صفر وواحد منهم رسب في الماده والثاني هيك ربنا ستره. الان اللي بده يصير عندك انه الطلاب في معادله انه بقسم لك هاي بتحكي لك تماثل. ليش؟ لانه سرعه الانطلاق او الليفل تاع الانطلاق على الليفل اللي وصل فيه، يعني ما كانش مثلا زي هيك انا رميت جسم زي هيك، او العكس انا رميت جسم عكسي هيك. هاي المعادلات اللي موجوده في بعض الكتب تنطبق فقط على هذه الحاله، ما بتنطبقش على الحالات الاخرى، فبي كيرفول لما انت بتشتغل في such question. دكتور سرعه اكس ثابته بتاع طول المسار طبعا ليه؟ عشان التسارع صفر. شو الهدف او شو الاساس من التسارع صفر؟ بدي ارجع لك لورا، هاي ارجع عندكم، هاي هاي تمام، انه نتجاهل الدراج فورس او ايروديناميك فورس سواء باكس او في واي. وليش بواي ثابته؟ لانه كمان تجاهلنا الدراج فورس الموجود واي. جيب ريشه ما بتزبط الريشه بروجكتايل موشن، كره الريشه بتعرفوها ما بتزبط بروجكتايل موشن. ليش؟ لانه عندها مساحه، فبالتالي هاي المساحه بعلم الايروديناميك تعمل لي دراج فورس، بتزيد الدراج فورس. تمام، زي الباراشوت، الباراشوت كمان ما بيزبط ايروديناميك اوكي، عفوا ما بيزبط بروجكتايل موشن انه عليه الايروديناميك فورس. طبعا تكمله هذه الكلام كمان مره انا حكيت لكم انه هالمعادلات هي سبيشال، انه اذا كانت الجسم عامل له او معطيه فيلوسيتي بزاويه مائله، فبدك تحلل الزاويه الاتجاهين، عفوا الفيلوسيتي الاتجاهين في اكس وفي واي وتشتغل عليها. طبعا هاي سبيشال كيس من المعادلات الموجوده عندي اوكي. الابلكيشن، طبعا الابلكيشن كثير، في حتى بالفلويد ميكانكس لهذا الفايرمان اوكي، شو بيعمل؟ بيعمل بيستخدم نوزل عندنا وبيعمل انجكتنج اوكي لمين؟ للفلو ات سيرتن فيلوسيتي. طبعا هذا بيعتمد على فلويد ميكانكس، وبتقدر هو لازم يحددها بزاويه معينه مشان توصل الفاير مثلا موجوده عندي او اي شيء اخر ممكن. في شيء اخر مثلا عندك دوما الرياضيه، الرياضه بشكل عام الكرات كلها عباره عن موضوع البروجكتايل موشن اوكي. لما انت بترمي طابه لزميلك بدك تكون عندك بروجكتايل موشن، او بده يكون عندك دقه في الموضوع هذا بتمرير الكره. ليش؟ لان انت ممكن تعطيه بسرعه عاليه، بدل ما توصل الكره هون انت هيك تعمل بروجكتايل موشن، بدك توصلها لزميلك هون. اذا اعطيتها بسرعه عاليه شو بصير عندك؟ سرعه عاليه تمام، سرعه عاليه، اذا ايش؟ اعطيتها اتجاه اعلى شوي، هذا اذا رفعتها اعلى شوي بتوصل بهذه الطريقه، بس اذا اعطيتها بسرعه اقل، مائله اقل، جوز نفس القيم بس بسرعه مائله اقل، بتوصل بشكل اقل. يعني انت هيك كل ما اعطيت في واي اعلى كل ما زودت الارتفاع الاعلى اللي هو الماكسيموم، فبالتالي كل ما زودت الماكسيموم زودت الكيرف، فبالتالي محتاج الى مسافه اخرى نفس الوقت منشان يرجع ل او نفس المسافه ايضا يرجع للارض. ف بي كيرفول ان ساتش ايشيو. حدا عنده اي استفسار اخر قبل ما نحل سؤال؟ نحل سؤالين احنا. بحب احكي لكم انه يوم الخميس القادم ما راح يكون في محاضره، في عندنا اجتماع مهم خارج الجامعه مع الجامعه يعني تمثيل للجامعه، فبالتالي راح اعمل محاضره تعويض يوم الاحد ان شاء الله الساعه 5 تمام. هاي المحاضره حتضلها مسجله، يعني ما نفس الشيء راح اسجلها ان شاء الله. هاي محاضره تعويض لكم عن هاي المحاضره، محاضره تعويض للزملاء اللي الشعب الثانيه عن اول محاضره ما اعطيناهم اياها تمام، فانتم سابقينهم. فهلا هم راح ياخذوا محاضره، راح ياخذوا المساق او الماتيريال اللي اعطيتكم اياه اليوم،
وانتم راح تكملوا، او يعني عفوا راح تستنوا ليوم الاحد القادم نعطيكم المحاضره دكتور الطوليه. يعطيك العافيه. نعافيك. ممكن تغير موعد المحاضرة التعويض، يعني مش على 5 تكون متأخرة أكثر أو أبدر شوي. متأخرة أبكر يعني مش إذا أبكر مش مشكلة، أما متأخرة كم يعني؟ ما هو الأفضل يعني، في بعض الزملاء ما بيقدروش 5 يعني. شو عندكم محاضرات تانية مثلا؟ ما في مختبرات؟ في دكتور حد علي مختبرات يوم الأحد؟ على 5 علي أنا. تمام، خليني بحط لكم على الفيسبوك اليوم زي تصويت، يا مع 5 على 6 أو هي 4 يعني، هيك أفضل شيء 4 5 6، ما بقدرش أكثر من هيك. أوكي إن شاء الله. طب نشوف حل هذا السؤال. هذا السؤال كلاسيكال إكزامبل موجود معاكم بالنوتس، أو عفوا مش بالنوتس، بالكتاب وبالنوتس أيضا. هذا الإكزامبل بحكي لك a sag slide of the ram shown in the figure below with a horizontal velocity 12 meter per second. If the height of the ram is 6 meter from floor, عندك عبارة عن زي انت شو بتسموه هي الهاي اللي بتعمل عليها عمليات تصنيع كثيرة، وإذا مريتوا بأحد الشوارع القديمة اللي موجودة في البلد القديمة كانوا يستخدموها في مصانع الصابون. تمام، إنه بيكون عندك زي إيش مسار منحني ينقلوا فيه البضاعة، بدل ما ينزل الطابق الأول ويحمله مباشرة، كان تكون هون اللوري أو الشاحنة مباشرة ينزلوا في هذا المكان ويصفطوا الأغراض أو يعملوا لها إيش باكينج in a good or in a garage way. طيب هون عندنا مش إشي، هون بيكون عندك زي عبارة عن سايك سلايد of the ram. عندك ماتيريال او عندك ممكن تسميها زي سناك او شيء زي او زي بضاعه معينه بتحاول ايش تعمل انت باكينج. فالان هاي بتعمل سلايدنج اوف رام ارتفاعها 6 متر. فالان بدك تشوف كم رينج، على اي مسافه بدنا نحط البوكس عشان نعبي فيها، وعلى ايش كمان وكم التايم لازم تتوصل هذا البوكس. هذا التايم طبعا لازم توصل البوكس كله منشان العمليات الانتاجيه الدقيقه. طبعا راح تشوف كثير من الابليكيشن عباره عن عمليات انتاجيه او يعني برودكشن لاين بيستخدموها في المصانع. فنحن وياكم الان determine the time needed for sack strikes begins to pile up، بدي يصير يتكوموا فوق بعض. شو رايكم؟ هاي عندنا السيستم موجود هيك، شو المعطيات؟ هاي شو بسميها؟ السرعة البدائية. السرعة البدائية باتجاه X. طب السرعة البدائية باتجاه Y؟ صفر. أعطاني هاي طلع كيف اتجاه السرعة هيك. طب السرعة البدائية الأكسلريشن باتجاه X؟ الأكسلريشن باتجاه Y؟ 9.8. تمام. الآن بدي أخذ ريفرنس. طلع لي على السؤال كيف ما أخذ الريفرنس. ما أخذ لك X هون Y هون. إذا بدي ألتزم أنا ما دام أعطاك بالسؤال ريفرنس بدي ألتزم فيه. إذا مش معطيك السؤال ريفرنس أنت بتقدر تفرض ريفرنس زي ما بدك. أوكي؟ معطيني إنه هون النقطة صفر إكس وهون النقطة صفر واي. إذا النقطة إيه؟ شو بتساوي؟ أو اللي بدي أسميها أنا أس إنيشال إكس. أس نوت إكس كم بتساوي؟ صفر. أس نوت واي شو بتساوي؟ صفر. كلام سليم؟ ليش؟ لأنه أصلاً عمل لها originated from the original point، كان أنت تحركت من الأوريجين بوينت. طيب الآن S not final أو S X مثلاً حسب اللي بدي، ممكن أنا هو يطلب مني هون، فخليني هاي تبعاً للسؤال. هاي المعطيات الأساسية بالسؤال، معطيك أنه S إيش اسمها هاي النقطة B، اس بي شو بتساوي؟ طبعا واي بي شو بتساوي؟ اس واي بي شو بتساوي؟ شو رايكم؟ شو بتساوي اس واي بي هون؟ 6 نيجاتيف. نيجاتيف 6 6 لانه هون الصفر كانت تحت بتنزل لتحت ماينس 6 متر
هذا طول. طب والإكس ما بعرف الإكس لأنه أنا أصلاً عندي بدي أوجد هالرينج، كيف بحل السؤال هذا؟ أسهل شيء عندي بفكر الآن، عندي في إكس، عندي التايم؟ لا مش عندي التايم. طب عندي إشي بقدر أستخدمه مشان أوجد التايم؟ عندي الانيشال بوزيشن إكس واي وإكس، خلينا نستخدم بوزيشن واي. إذن أستطيع أن استخدام معادلة الواي للبوزيشن في الواي دايركشن إني أوجد الزمن. إيش الزمن؟ بس أنا معيش الفاينل بوزيشن فاينل فيلوسيتي، فشو بستخدم؟ معادلة إيش؟ أي واحدة منهم؟ هذه أس اللي معادلة الثانية تقريبا بسميها، أو بسميه أس واي بتساوي أس نوت واي زائد في نوت واي تي بلس إيش هاف اي تي طبعا واي. وهي معادلة كل شيء معطي معاي. خلينا نشوف أس نوت واي بدي أستخدم عنده النقطة إيش بي أنا، إذا بدي أوجد التايم ما بين اي وبي، إذا هاي يعني بقدر أعدلها وأكتب هاي بي وهاي اي وهاي ايه. ليش؟ لأنها هي الانيشال. طيب نحطهم مع بعض، اس واي بي كم؟ ماينس 6، اس نوت 0 0. ليش؟ لأن السرعة باتجاه واي 0. بلس هنا بلس ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، أخليها بلس هيك، هاف ماينس 9.81 مضروبة في تايم تربيع. مين المجهول فقط هون؟ تايم مقدر أوجدها؟ تايم بتساوي احسب لنا إياها 12 على، أو طبعا نيجاتيف بيروح مع النيجاتيف، 12 على تقريبا 9.81، خذ الجذر تطلع تقريبا 1.1 سكن. أوكي؟ هذا أسهل شيء. فيها شيء؟ easy peasy. طيب هذه التايم الان شو اللي بيلزمني؟ ما دام انا عندي التايم وبدي الرينج بكل بساطه في شيء ضل شيء ثاني، شو بحكي الرينج؟ بحكي اس نوت اس بي اكس، او حتى ممكن تسميها اكس بي يعني بدون اس، يعني ممكن تلغي كلمه اس او رمز اس وتسميها مثلا هون واي بي واي اي اللي بدك اياه. هون بدها تساوي اس اي اكس بلس في اكس نوت او اي تي. في اكسلريشن بالاكس؟ لا صفر، ما هو اصلا اكسلريشن بالاكس. بكل بساطه مين الصفر؟ هاي صفر وهاي ار مسافه بتساوي في نوت اكس 12 في هذه المسافة أو في هذا الزمن عفوا، اللي بتساوي 13.3 متر. هذا يعني أبليكيشن بسيط جدا على موضوع مين؟ على موضوع الـ على موضوع البروجكتايل موشن. لو طلب منك الفاينل فيلوسيتي إنه بده يصمم على فاينل فيلوسيتي بحيث إيش؟ إنه لما تضربه على بعض إنه مثلا توصل بسرعة قليلة ما يصير عندك اصطدام عالي. بتعرف الفلوسيتي إلى دخل بإيش؟ بالاصطدامات، لأن يعني الاصطدامات أو التصادمات مهمة جدا، لازم تكون قليل السرعة وما تعمل عندي مشاكل ب piling up. بكل بساطة بقدر استخدم التيرم الثاني أو المعادلة الثانية اللي هي في initial وفي final. في final بتساوي في initial plus كذا كذا كذا. فبكل بساطة أنا بستطيع أستخدم أي معادلة عشان أوجد الفلوسيتي فاينل فلوسيتي. طبعا الفاينل فلوسيتي بدنا بي كيرفول، هاي كمان خطأ بكثير بقع في الطلاب. خليني أكتب لكم إياها، شو رأيكم؟ بدي أمسح اللي هون، يعني هاي استزادة بالسؤال هذا، أطلب منك كم الفاينل فلوسيتي. طب بالكم الفاينل فلوسيتي هي فاينل فلوسيتي بإكس ولا بواي؟
قال لك final velocity يعني بالتنتين، ما بعرف يعني magnitude. فبالتالي ال VP VXP شو بتساوي؟ نفس 12 متر بير سكند. طيب VYB شو بدها تساوي؟ VAY اللي هي الانيشال، أو بدك تسميها انيشال سميها VY انيشال بلس GT أو ماينس GT. تقدر تحط هنا ماينس GT. كما مرة بدك تعوض ماينس GT، كل شيء معطي معاي هذه صفر ماينس 9.81 مضروبة في مين؟ في الـ 1.1. شو بتطلع عندك هون؟ تطلع عندك هون جوز 10، مش متذكر 10 أو إشي زي هيك يعني، أو 11 يعني، مش 11 تقريبا 10 أو إشي متر بير سكند. إذا كيف صار عندك؟ صار لما يضرب الأرض هنا في عندك سرعة هيك مقدارها 12، وفي عندك سرعة هيك مقدارها كم؟ تقريبا 10. إذا كيف بدها تكون الفيلوسيتي ماجنيتيود؟ ماجنيتيود بدها تكون بكل بساطة هذه هي هيك، هي في ماجنيتيود وبتوجدها في اكس تربيع بلس في واي تربيع. صح، كثير من الطلاب فقط بنسالي كل شيء فقط بوجود تاعت واي وبنسالي تاعت اكس. تمام، بي كيرفول لهي النقطه. استفسار منطق السؤال بعدين. خلينا نشوف هذا الاكزامبل، هو تقريبا اكزامبل الكتاب بس انا عدلته، او مش اكزامبل عفوا، سؤال بالكتاب بس انا عدلته وحطيت متغيرات اخرى. احكي لك determine the speed at which the basketball at A must be thrown at angle of 45 degree so that it makes it to the basket at B. بدنا الكرة، بدنا نشوف كم السرعة لازم نضرب فيها الكرة حتى توصل الباسكت عند هاي النقطة. ارتفاع الباسكت بالعادة بتكون 3 متر، الرينج مثلا انت 10 متر، الليفل تاع اليد اللي بدك ترمي فيها الكرة كان 1.5 متر. اوكي، كيف احنا ممكن نحل هذا السؤال؟ يعني بكل بساطة هذا السؤال بيشمل كل شيء، يعني بيشمل الموضوع تاع موضوع الكيرفتشر، موضوع البروجكتايل موشن. بحكي لكم كيف بيشمل موضوع الكيرفتشر، انه ممكن نطلب منك الاي نورمال عند نقطه معينه. طيب اوكي، هذا اكزامبل 1.7. كان عندك هون لاعب بيدو هون الكرة، وهنا عندي الباسكت. اوكي، نرتفع اكثر شوي. هذا الرينج كان عندي 10 متر، هذا الاليفيشن كان 3 متر، هذا الاليفيشن اللي هون كان 1.5 متر. شو مطلوب عندك؟ هاي الكرة رمت بزاوية 45 ديجري هاي في. أول شيء شو بقدر أعمله؟ المطلوب مني كم السرعة الانيشال؟ شو أول شيء بقدر أعمله؟ لما تشوف إشي مائل شو بتعمل فيه؟ decomposite to two points. ايوه، بدنا نحلله للمتجهين الاثنين. VA بتساوي VAX I plus VAY J. كيف بدي احللها؟ VA بتساوي VA نفسها، طبعا هذا فيكتور،
كوساين 45 اي بلس في اي ساين 45 جي. التنين بوزيتيف، يعني احنا اعتبرنا هون التنين بوزيتيف. طلع لي وين حط بالضبط الانيشال او الاورجينال الاوريجين بوينت، وين حطها على الكره؟ هل استطيع؟ طبعا هاي بنقدر نعملها بالضبط، انه هاي 0.7 طبعا كوساين 45 اي، او بنقدر انت تحللها هيك من شان ما نضلناش نكتب اي جي، نقدر نحكي فيها في اي اكس ايكوال طبعا انيشال، هاي كلها انيشال او خلاص عند اي، خلاص ما احنا عارفين انه اي از انيشال. شو بتساوي هون 0.7 في اي، في اي واي بتساوي 0.7 في اي. جميل. طيب الان اس اي شو بتساوي، او زي ما حكيت لكم الافضل نبدا نستخدم واي اي. شو بيساوي، شو بيساوي واي اي؟ 7/10 في اي. واي اي واي واي المسافة واي اي عند النقطة اي كم؟ 1.3. وين الاوريجين بوينت حاطه بالسيستم؟ على الكرة. اذا عند اي هاي صفر، ليش؟ نطلع ما يكون هي 1.5 مرتفعة، هذا انت اخذت الاوريجين بوينت هون، بس طلع لي وين حاط لك الاوريجين بوينت؟ على كرة السلة الموجودة هون. فبالتالي في اي بتساوي صفر، اكس اي بتساوي صفر. جميل. عفوا مش في اي، اي واي اي واي بي شو بتساوي؟ 3 ناقص 1.5. ليش؟ لانه هاي اصلا لما تيجي تمد المحور هون 3 ناقص 1.5 بصير 1.5 متر. واي عفوا اكس بي شو بتساوي؟ اكس بي إذا نحل السؤال، أنا حطيت كل المعطيات، إذا نستطيع أن أوجد العلاقة ما بين السؤالين. شو الإشي اللي ممكن حلل السؤال هون؟ شو رأيكم؟ المعادلة الثانية تاعت المسافة هاي. المعادلة الثانية تاعت المسافة exactly. شو بتحكي المسافة؟ y b بدها تساوي y a. let's use other color. y a أو y b بتساوي y a plus v a y minus كم؟ half g t تربيع. بما انه انا معي هنا كم المجهول بهاي المعادلة، خلينا نعوض فيها. كم المجهول؟ في واي اي واي بي عفوا تساوي 1.5. صفر 0.7 في اي ماينس كم المجهول عندي هون؟ 2 ما بعرفهم. طيب شو المعادلة الثانية ممكن استخدمها انا تربط الزمن مع مين؟ مع السرعة. المعادلة الأولى شو بتحكي المعادلة الأولى؟ في واي ايكوال في نوت. مو الفي فاينل ما مش معانا، الفي فاينل مش معانا، بقدرش استخدمها. في فاينل مش معاي، ما بقدر استخدمها. ليش ما استخدم معادلة مين؟ الاكس. بقدر احكي انه اكس بي، معادلة الثانية بتقدر تحكي انه اكس بي بتساوي اكس اي بلس في اي اكس في التايم. خلينا نشوف المعطيات. اكس بي شو بتساوي؟ 3/10 زائد صفر او بتساوي صفر بلس 0.7 في اي تايم. شو رايكم هون؟ معادلتين بمجهولين، هاي 2، هاي معادلة رقم 1. شو بقدر اعمل؟ اجعل مين اسهل، الفي ولا الاي؟ اي واحدة بدك اياها. ممكن اجعل ايش هو المطلوب عندي؟ الفلوسيتي، مش مطلوب التايم. فممكن انا بكل بساطة اخلي الفلوسيتي بتساوي، اذا من معادلة التنين شو بتعطيني؟ 10 على 0.7 تي بتساوي مين؟
تساوي الفيلوسيتي ايه. إيه لا لا على العكس، احنا بدنا التايم، تايم هون التايم، يعني بكل بساطه تقدر بس تعمل تبدي في اي هون التايم، تمام؟ هذا التايم، ما بدنا التايم احنا، بس بدنا نعمله فانكشن او سبجكت اوف ذا فانكشن. بعوضها وين مباشره؟ معادل رقم واحد. خلينا نعوضها مع بعض. كانت 1.5 بدها تساوي في 0.7 في في اي ماينس ايش 4.95 مثلا مضروب في مين؟ طبعا قسمته مباشره، مضروب في مين؟ في التايم. شو التايم عندي انا هون؟ بقدر احلها على المعادله. هاي عباره عن معادله تربيعيه بكل بساطه، تمام؟ هاي معادله تربيعيه. اذا بدك مثلا قسمها وتظبطها كيف، هون 1.5 تساوي 0.7 في اي ماينس، اوجد لي هذا 4.91 في 10 49.5 على 7.7 تطلع كم عندك؟ تطلع 70. بس هون 10 على 0.7، دير بالك نربعها. حدا يوجد من الإجابة أو الرقم؟ تطلع 204 على في اي تربيع. على في اي تربيع، شو وصل شيء؟ أضرب في في اي. ليش ما أضرب في في اي تربيع؟ اضرب في في اي بتربيع بتصير عندك، ونقل هاي للطرف الاخر، بتصير عندك ماينس صفر بده يساوي ماينس 1.5 في اي تربيع ماينس كم عندي هون؟ I think we missed something. هنا مضروبة في التايم، فهون مضروبة في التايم. لا لا بعد مش مشكلة، هذا بساطة بسيطة، مش كتير، مش بجديل. هلا بنعملها هون. الـ velocity مضروبة في التايم، ولا واحد انتبه لها؟ الـ velocity مضروبة في التايم، فبالتالي هاي المعادلة صحيحة، بس هاي بدها تتغير هون. ضحكي ما بتطلع معادلتك عبيد، بتزبطش. هون 1.5 بدها تساوي ال 0.7 في اي في التايم، 0.7 في ال في اي مضروب في التايم. شو التايم اللي عندي انا؟ 10 على 0.7 في اي. شو بصير عندك هون؟ في اي مع في اي بتنتغي. شو بصير هون الرقم كمان مره؟ 1.5 بدي يساوي 0.7، تمام، في 10 على 0.7. 0.7 مع 0.7 تلتغي كمان، بصير ماينس بلس 10. 10 ماينس ايش الرقم اللي طلعه قبل شوي؟ شب 400 على في اي تربيع. هاي بتصير معادله اسهل بكثير منها، بتطلع الفي اي. شفت؟ يعني دوما نتأكد لما يطلع معك معادلة يعني مش سهل تحلها، معناته في شيء خطأ بطريقة حلك، تمام؟ اوكي، انتبهنا شو الغلط اللي كان موجود عندي او شو اللي مش 204 هاي هنا في تي هاي عفوا 1010 بدل 204 1010.2 1010. خلينا نشوف بوينت 10 على بوينت 7 كم تطلع؟ 10 على بوينت 7 تقريبا كم؟ 10 على بوينت 7 تقريبا 1.4 يعني 14 يعني 14 تربيع 100 تقريبا. كلام سليم، كلام سليم. شو حكيت يا محترم؟ 1010.2 1010 اوكي فاصل 2 تمام.
بتقدر تودي العشرة هناك على الطرف الآخر، ونيجاتيف مع نيجاتيف بروح وبطلعش نيجاتيف تحت الجذر، دير بالك. يعني هون لو انك انت معوضت الجي ماينس بيطلع عندك هون، تقول له والله طالع عندي جذر سالب، كيف بدي يصير؟ فدير بالك. هاي كلها شيء يعني اذا انت اخذت ليفل معين، لا اعلى بوزيتيف لا داون نيجاتيف، لازم تاخذ بكل السؤال، مش تاخذ جزء اه وجزء لا، او تاخذ للاكسلريشن نيجاتيف والبوزيشن بوزيتيف، دير بالك. شفنا الخطأ اللي كان عندنا هون، بس انه نسي نعوض تي عند هاي النقطة. حطلع كم الفلوسيتي؟ بيطلع 10.9 منطقية. تمام؟ حد عنده اي استفسار؟ مشان نتأكد من هالحكي تقدر انت تعوض بالمعادلات وتشوف هالحكي صحيح ولا لا. مثلا وهم بيعملوا تصميم للباسكت، الرينج تاع الباسكت عفوا، شو بيصير عندك؟ بقول لك بدنا نعمل تصميم بالضبط من شان ويذ ستاند ذا ماكسيمم فيلوسيتي. فهم بيشتغلوا على رينج معين من الفيلوسيتي اللي ممكن تضرب مين الباسكت اللي هون او الرينج اللي هون. فعلى بناء على هذه السرعه ممكن يعملوا عليها ديزاين للسترينث للماتيريال. تمام؟ طبعا بيحسبوا يعني باخذوا كمان بعين الاعتبار اللاعبين اللي هو اللي بيعملوا داين او بيعملوا اللي بنسميه احنا تلبيس للطابه. فهي كل الامور يعني شغلات بسيطه جدا، ولكن بالديزاين اوريجينال ديزاين ماخوذ بعين الاعتبار. تمام؟ في حد عنده اي استفسار؟ هيك احنا خلصنا الجزء الاول من هذا التشابتر. تمام؟ في بنهايه التشابتر بنرفع لكم اياه، او هي الاسئله موجوده معكم اوريدي اعطيناكم. فهيك احنا خلصنا سيكشن 12.6. تمام؟ بدنا نبدا بالكيرف موشن بشكل اكثر والسلندريكال كوردينيت، وبعدين يجي على موضوعين مهمين راح نجيهم ان شاء الله لاحقا. في حدا عنده اي استفسار؟ لا دكتور مشكور، يعطيكم الف عافيه. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم. كمان مرة محاضرة الخميس مش موجودة، إن شاء الله رح نعمل تعويض لاحقا بسبب الانشغال. يعطيكم ألف عافية.